adipose tissue as an endocrine organs. adipose tissue as an endocrine organ. وممكن اقول عنوان تاني hormones secreted by adipose tissue by دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. زي ما احنا متعودين دايما ببتدي كلامي ب انتروداكتوري كيس بسيطه. انتروداكتوري كيس بتاعتنا بتقول ا 56 year old patient suffered from polyuria, polydipsia and polyphagia. Investigation showed that he had insulin resistance and low leptin level in the blood. واضح من الحالة اللي قدامي انها حالة ايه؟ diabetes mellitus. بس في مصطلح جديد او اسم جديد كده عايزين نعرف عنه كلمتين، حاجة اسمها الليبتين، وايه علاقته الانسولين ريزيستنس وايه علاقته بالديابيتس mellitus. يبقى بطلع الليرنينج اوبجكتيفز في الموضوع بتاعنا، يبقى انا محتاج اعرف examples الهرمونز secreted by adipose tissue، او ان مثلا list 5 hormones secreted by adipose tissue، او ليست هرمون سيكريتد باي اديبوز تيشو. كتير بس هناخد مثال منهم وليكن خمسه هرمونز. ثم ديسكاس بريفلي اديبوز تيشو از ان اندوكراين اورجان. واخيرا من الحاجات المهمه جدا وليها الحاله بتاعتنا بقى اللي احنا عايزين نعرف عنه كلام، اللي هو الليبتين، اوت لاين ليبتين ريجوليشن اوف اتس سيكريشن فانكشن اند افكت اوف اتس ديفيشنسي. نبدا كلامنا ب انيوميريشن للهرمون سيكريتد باي اديبوز تيشو. اديبوز تيشو از كونسيدرد از ذا لارجست اندوكراين جلاند اوف ذا بودي، سيكريت ميني ميني هرمونز. لو خدنا امثله منهم النهارده هنتكلم على الليبتين، اديبونكتين، كلمتين صغيرين عن الريزيستين، عن الفيسفاتين، عن الانترلوكين 6، عن تيومر نيكروزس فاكتور الفا، عن رينين انجيوتنسين سيستم بروتينز. لو بدانا كلامنا باول حاجه عندي الليبتين. الليبتين از بوليبيبتيد هرمون. كم امينو اسيد موجود عندي؟ يبقى الليبتين از ابوليبيبتيد هرمون. كم امينو اسيد؟ 167 امينو اسيد. وزي ما قلنا ون اوف ذا هرمون سيكريتد باي اديبوز تيشو. له سيرتن كاركترستيك فيتشرز. اول حاجه عندي ون اوف ذا هرمون ذات شود دايورنال فاريشن. يعني ايه دايورنال فاريشن؟ يعني على امتداد اليوم السكريشن بتاعه بيختلف. اتس هايست ليفل is between midnight and early morning. يعني في فترة بالليل والصبح بدري هلاقي the highest level of leptin. But it's lowest level around noon. دورية كده بتبقى أقل إيه؟ كمية من السكريشن له. الحاجة المميزة إن الفيميل فيميلز have higher levels of leptin than male. يبقى عرفنا ان في دايرنال فاريشن، عرفنا ان الفيميل اكتر من الميل. طب ايه هي الفاكتورز افكت ليبتين سيكريشن او الريجوليشن اوف ليبتين سيكريشن؟ هو سيكريتد باي اديبوز تيشو، يبقى الاديبوز تيشو ماس اند تايب افكت ليبتين سيكريشن. اديبوز تيشو ماس ذير از دايركت ريليشن شيب. يبقى فاكتورز افكتنج ليبتين سيكريشن، اول حاجه الاديبوز تيشو ماس. عرفنا ان في دايركت ريليشن شيب ما بين الاديبوز تيشو ماس اند ليبتين سيكريشن. تاني حاجه التايب اوف اديبوز تيشو، بمعنى ان الليبتين سيكريشن از جريتر فروم سبكوتينيوس ذان فروم فيسرال اديبوز تيشو. يبقى التايب اوف اديبوز تيشو يفرق معايا في الليبتين سيكريشن. الليبتين سيكريشن بيجي من منين؟ من السبكوتينيوس اكتر من الفيسرال اديبوز تيشو. ثالث حاجة عندي nutritional status. nutritional status affect leptin secretion.
طيب ايه هي الفاكتورز اللي بتزود الليبتين سيكريشن وايه الفاكتورز اللي بتقلل الليبتين سيكريشن؟ الليبتين سيكريشن از انكريزد بواسطه مين؟ الانسولين. الانسولين بيزود الليبتين سيكريشن بواسطه الجلوكو كورتيكويدز بواسطه الاستروجينز بواسطه التيومر نيكروز فاكتور الفا. يبقى التيومر نيكروز فاكتور الفا والاستروجين والجلوكو كورتيكويد والانسولين كل دول بيزودوا لي مين؟ الليبتين سيكريشن. طيب الحاجات اللي بتقلل الليبتين سيكريشن زي ايه؟ زي البيتا 3 ادرينرجيك اكتيفيتي، زي الاندروجينز، زي الجروس هرمون، زي الفري فاتي اسيد. يبقى البيتا 3 ادرينرجيك اكتيفيتي، الاندروجينز، الجروس هرمون اند الفري فاتي اسيدز كل دول بيقللوا لي مين؟ بيقللوا لي الليبتين سيكريشن. كلام كويس. يبقى انا الفاكتورز افكتنج الليبتين سيكريشن اديبوس تيشو ماس اند تايب نيوتريشنال ستاتس فاكتورز ذات انكريز الليبتين سيكريشن زي الانسولين والجلوكوكورتيكويد والاستروجين والتيومر نيكوز فاكتور الفا وفاكتورز ذات ديكريز الليبتين سيكريشن زي البيتا 3 ادرينرجيك اكتيفيتي زي الاندروجينز زي الجروث هرمون زي الفري فاتي اسيدز. طب ايه هي الفانكشنز او الاكشنز اوف ليبتين؟ الليبتين ده مفيد؟ مفيد في ايه؟ قال لك خلي بالك مهم جدا ان انا عارف الاكشنز بتاعت الليبتين. اول حاجه اعرف انه انتي اوبيسيتي هرمون. طيب بيضد الاوبيسيتي ازاي او بيمنع الاوبيسيتي ازاي؟ انه بيقلل الفود انتيك. فله حاجه اسمها انوركسيجينيك افكت، يعني بيقلل الابيتايت. تاني حاجه انكريز انرجي اكسبندتشر، استهلاك الانرجي، استهلاك الطاقه، استهلاك الفود بيزيد. يعني انا دلوقتي ايه؟ قلل الفود انتيك. طيب والاكل نفسه بيزود حرقه، يبقى زود الانرجي اكسبندتشر. يعني قلل الفود انتيك وفي نفس الوقت زود الكونسومشن اللي هو الانرجي اكسبندتشر، فالنت ريزلت يبقى انتي اوبستي هرمون. تاني حاجه له انتي دايابيتيك افكت عن طريق انه بايه؟ بيقلل البلاد جلوكوز. مهم جدا في الانست اوف بيوبرتي، it is a link between body weight and onset of puberty. بيضاد الافكت انتاجونايز ذا افكت اوف ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اون جلوكوكورتيكايد. واخيرا بيزود التي لينفوسايت اكتيفيتي لوجيكالي، ما هو قلل الجلوكوكورتيكويد اللي هي بتقلل الليمفوسايت اكتيفيتي وبالتالي النت ريزلت ان يزود التي لينفوسايت اكتيفيتي. يبقى الليبتين اكشنز ان غايه في الاهميه، انتي اوبيست، انتي دايابيتيك، اونست اوف بيوبرتي، ها انترفير ويز اكتيفيتي اور اكشن اوف ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون على الجلوكوكورتيكويد بيزود الايه؟ التي لينفوسايت اكتيفيتي. طيب الحاجه نعرف قيمتها امتى؟ لما بتقل او تزيد. طول ما انت بصحتك وبعافيتك الارض تهدم عليك يقدم، شويه برد صغيرين يخلوك تنام في الارض وتقول ايه اشفينا يا رب، ما كنتش هعمل كده يا رب، تفوق ارجع ريما العاديتها القديمه. طيب الليبتين ديفيشنسي بقى ايه اللي يحصل لما الليبتين يقل؟ عكس الفانكشنز، هو مهم في الانست اوف بيوبرتي وبالتالي لما هيقل هيحصل ديلايد بيوبرتي وهتبقى مصحوبه بديكريز فيرتيليتي وهيحصل ديكريز للثايرويد فانكشن. لكن ايه اللي هيحصل بقى في البلاد جلوكوز ليفل؟ يزيد الانسولين ريزيستنس، تزيد الكورتيزول، يزيد والكورتيزول ده هيساهم في انه يزيد البلاد جلوكوز ويزيد الانسولين ريزيستنس. يبقى انا عرفت دلوقتي هذا الليبتين غايه في الاهميه، عرفت ستراكشر كاركترستيك فيتشرز ريجوليشن اوف فاكتورز افكتنج، ثم الاكشنز او الفانكشن والافكت اوف ديفيشنسي. طيب ايه الهرمونات الثانيه
اللي الاديبوس تيشو ممكن يطلعها، طلع حاجات كتير. لو خدنا مثال تاني الادبونكتين، هذا الادبونكتين قلنا هيطلع منين عند اهو من الاديبوس تيشو، عباره عن بولي بيبتدي النتشر، كم امينو اسيد؟ 244. امال الليبتين كان كام؟ 167. طيب له ريسبتورز هذا الادبونكتين؟ اه في ادبو ريسبتور 1، وده موجود فين؟ في المصر. والادبو ريسبتور 2 ده موجود في الليفر، وفي عندنا التي كادهيرين ريسبتورز. طيب ايه الكاركترستيك فيتشرز؟ نفس الكلام زي الليبتين، هلاقي الفيميل اكتر من الميل. تاني حاجة اعرفها ان الادبونكتين سكريشن بتقل لو فيه اوبيسيتي او فيه تيومر نكروزيس فاكتور الفا، على النقيض من الليبت قلنا الماس بتاعت الايه؟ الاديبوس تيشو كانت بتزود الليبت، هنا لو في اوبيسيتي بيقل الادبونكتين سكريشن. طب ايه الاكشنز بتاعت الادبونكت؟ وافتكر اسمه اديبو جاي من اديبوس تيشو، يبقى انا عشان ابقى فاهم الادبونكتين برضك بيطلع منين؟ من الاديبوس تيشو. الاكشنز بتاعته اول حاجه له انتي دايبيتيك افكت، زي مين؟ زي الليب. في انفيرس ريليشن شيب بتوين ادبونكتين اند انسولينوزيسس، لو زاد الادبونكتين ايه اللي هيحصل؟ ها هيقل الانسولين ريزيستنس، يعني يزيد الانسولين سنسيتيفيتي، وبالتالي اللو ليفل اوف ادبونكتين از ا ريسك فاكتور فور ميتابوليك سيندروم اند دايابيتس ميليتس. كلام كويس. تاني حاجة له انتي انفلاماتوري افكت وله انتي اثيروجينيك ايه افكت. طيب في الليفر بيزود الانسولين سنسيتيفيتي وفري فاتي اسيد اوكسيديشن، ولكن بيقلل الهيباتيك جلوكوز اوت بوت. في المصل بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن والفاتي اسيد اوكسيديشن، يعني النت ريزلت انه بيحاول برضك يقلل البلاد ايه؟ جلوكوز. في الفاسكولار وول بيقلل المونوسايت ادهيجن لكن بيزود النيتريك اوكسايد برودكشن اند انجيوجينيسيس. يبقى سيمبلي الادبونكتين وان اوف ذا بولي بيبتيد هرمون سكريتد باي ادبوس تيشو، له ريسبتور 1 2 تي كادهيرين، الفيميل اكتر من الميل، وعرفنا الاوبيستي والتيومر نيكوز فاكتور الفا بيقللوه، عرفنا الاكشنز ان مين دي انتي دايابيتيك لو انتي انفلاماتوري انتي اثيروجينيك بيزود انسولين سنسيتيفيتي بي بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن باي زي مسل، زاد بيقلل المونوسايت ادهيجن وبيزود الانجيوجينيسيس. طيب اذر فاكتورز اور هرمون سيكريتد باي ادبوس تيشو، في تيومر نيكوز فاكتور الفا، في انترلوكين 6، الاثنين بيشتركوا مع بعض في انهم ايه؟ بيشير ان ذا باثوجينيسيس اوف اوبيسيتي اند انسولين ريزيستنس. لكن التيومر نيكروز فاكتور من اسمه له كاركترستيك فيتشر انه بيعمل نيكروزس اوف تيومر. انترلوكين 6 لو شفت الليفل بتاع الانترلوكين 6 بتديني انطباع ان الشخص ده هو ممكن يحصل له تايب 2 دايابيتس ميليتس اند كارديوفاسكولار ديزيز ولا لا. الفاكتور او الهرمون اللي بعد كده حاجه اسمها ريزيستين، هذا الريزيستين من الاسم جاي من ريزيستنس، يبقى له علاقه برضك بالاوبيستي و تايب 2 دايابيتس ميليتس، يبقى انفولفد ان اوبيستي اند تايب 2 دايابيتس ميليتس. الريزيستين بيؤدي الى زياده في اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو بيزود الريسك فور هارت ديزيز. اخيرا الفيسفاتين، او قبل الاخير بقى فيسفاتين، هذا الفيسفاتين ريليتد للانرجي ميتابوليزم والانيت اميونيتي، وفي نفس الوقت بيقلل البلاد جلوكوز، وبيشتغل برضك كبرو انفلاماتوري اديبوسايت او اديبوسايتوكاين، عشان يبقى كلام صحيح يبقى برو انفلاماتوري اديبوسايتوكاين،
بيعمل اكتيفيشن للليكوسايت وبيزود البرودكشن اوف تيومر نيكوز فاكتور الفا انترلوكين 6. في ملحوظه هنا غايه في الاهميه، علاقه هذه الهرمون اللي انا اتكلمت عنها كلها بالبلد جلوكوز ليفل، بالانسيدنس اوف ميتابوليك سندروم، بالانسيدنس اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس، كلهم بلد جلوكوز ليفرنج، فلهم انتي دايابيتك افكت، عكس اللي لهم دايابيتوجينيك افكت اللي هم البلد جلوكوز ريزنج هرمون. زي مين؟ زي على سبيل المثال الجلوكوكورتيكوي كورتيزون، زي سيروكسين، زي الادرينالين، زي الجلوكاجون، زي جروس هرمون. لكن دول لهم اللي انا لسه قايلهم، كلامنا دي بوستيشن ده لسه قايلهم دلوقتي، دول لهم انتي دايابيتيك افكت. زي مين؟ زي الانسولين، بيحاولوا يقللوا لي البلد جلوكوز ليفل. اخيرا كلمه صغيره عن بعض الحاجات برضك اللي بتطلع الاديبوس تيشو، زي البروتينز اوف رينن انجيوتنسين اي سيستم. زي مين؟ زي الرينن، زي الانجيوتنسينوجين، زي الانجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 2، الانجيوتنسين ريسبتورز تايب 1 اند تايب 2، زي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اند اذر بروتيازز كيبابل اوف برودوسينج اي انجيوتنسين 2. يعني دلوقتي بمنتهى البساطه تو سامرايز الكلام اللي انا قلته، اتكلمت على اديبوز تيشو از ان اندوكراين اورجان او هرمونز رابد كده هرمونز سكريتد باي اديبوز تيشو، اتكلمت على الليبتين اديبونكتين انترلوكين 6 وهيومن نيكوز فاكتور الفا الريزستين بيسفاتين والبروتينز اوف رينين انجيوتنسين اي سيستم. التواصل عبر الموقع khafad.ahlamuntada.net وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. نسألكم صالح الدعاء.